معكم ياسين الفضول هو اسيس من دراسة سيتان بلاي ولا بالعربية يجلس ولعب وميم طوم موزع وعازف على الجيتار هنا في المغرب. ليدي جاتني دوبوي زعما منين كنت خدام في اون ايكول تما في مدينه مكناس حيت انا دوريجين من مكناس دونك مي صافي زعما توجور لا كيسيون اللي كنت كنطرح علاش خصنا ندوزو وقت طويل باش عاد تولي كتلعب ناس تخيمون اي تو وانا جو بونس كو سيتي كيلكو شوز زعما لي اسي فاسيل بور تو الموند ما نعقدوش على الناس بزاف سي بور سا لا فورماسيون هنا فريمون يدور جوست 3 موا 3 شهور كنضمن لك بلي شويه كابابل باش تلعب ناس تخيمون اللي بغيتي سوا بيانو غيتار فيولون عود حتى لي بروف اللي معانا هنا زعما مهلين باش يقدروا يدوزوا لك انفورماسيون في 3 موا افيك لا باز دو سولفيج بيان سور باش تكون فاهم شنو كدير ما غنعقلوهاش بزاف كما كنقولوا دونك 3 شهور كافيك باش تقدر تلعب ناس تخيمون ديالك وانت مرتاح كاين شي حاجه تهز راسك وغتجي مرحبا بك وتقدر تقيد معنا المهم اللي غنقول لك حسب من النهار الاول اللي غتجي دوز 3 شهور غتكون راك تي كابابل باش تلعب اون ستيج ولا قدام اي واحد وغتكون لا ستار ديال ديك ما جو سي با اون خامي ولا داك لانيفرسير اللي غتكون فيه ولا وسط صحابك ولا كلشي لا هادشي ابار تحدي هادشي كنهضر معاك بار اكسبيريونس حيت جو دون توجور دي كور دونك ملي انا جربتها مع بزاف ديال لي زيتيديون ديالي اكثريه في وقيته الكونفينمون وقيته الكونفينمون جو زعما كنت كنعطي لي كور لي زيتيديون اللي كانوا عندي كنت كنعطيهم لي كور كملت معاهم بار كما كنا كنقولوا بار زوم ولا لي زابيل فيديو اي تو والحمد لله كاع الدراري اللي كانوا عندي في ديك لي 3 موا ديال الكونفينمون كلشي ولا كابابل يلعب لانسترومون ديالو ترونكيل دونك ما كنقولها 3 موا حتى راني جربتها لمده عامين وانا كنجرب فيها والحمد لله سا مارش تري بيان وقلت بوركوا با ني با بارطاجي لي شوز افيك تو لو موند بيان سور كاين تطور كبير حيت كون ما كانش تطور كبير ما غتلقايش باللي لي ميور ارتست سون دي ماروكان اللي كاينين دابا في العالم العربي كتلقاي المغربي المغاربه بارمي لي كلاسمون الاول ما غتلقايش الاغاني ديالنا ولاو في التراند الانترناسيونال كتلقايهم ديما مراتب عاليه منهم وحده اللي انا كنت كان ليا الشرف نشتغل فيها هي واكواك واكواك وصلنا للمركز الثامن عالميا وجو بونس كو شي حاجه اللي ماشي سهله الحمد لله الموسيقى المغربيه في تطور كبير وهادشي ماشي بشهادتي انا شهادتي مجروحه في هادشي ولكن شهاده فنانة كبار وشهادة ديال العالم العربي كامل ولا العالم اون جينيرال الحمد لله الدومين غادي زوين ومازال غنمشيو بعيد ان شاء الله في مجال الموسيقى المغربية بيان سور كو سي بيان سور كو سي وكاينه الحمد لله اغنيه مع مغنيه مصريه ما نقدرش نقول دابا ما ان شاء الله قريبا ما بقالاش بزاف تخرج دونك جو بونس دون دو مو ان شاء الله غتكون عندي اغاني اغنيه مع الفنانه زين عوض الفنانه الاردنيه الكبيره دونك الحمد لله بدا هذا الشيء كيطبق على ارض الواقع وتسمعوا ان شاء الله قريبا هادشي علاش نقول لك راه زعما العالم العربي ولاو كيقلبوا فريمون على لي زيكيب ماروكان وجو بو تاسوري هذا الشيء حيت لا انا لا زعما الاصدقاء ديالي اللي كيخدموا معايا لا منهم الكاتب محمد امير ولا الملحن اشرف فقيه صالح مجاهد بدر مخلوقي حمزه الغازي هادو كاملين تقريبا راه شفناهم مع رشيد محمد علي حتى هو كموزع كريم وكيلي كلهم ولينا كنشوفوهم مع اسماء اللي على الشال انترناسيونال مسموعين الحمد لله يعني زعما الملحنين ولا الكتاب ولا كاع اللي عندهم علاقه بالمجال المغربي في الموسيقى المغربيه راه ولاو مطلوبين بزاف برا وهذا الشيء كيشرف غنقول له بغي الاله ديالك ولا بغيت داكشي اللي كدير انا كنامن بواحد الحاجه ربي ما كيزرع في قلبك شي حاجه بغيتيها ترى عارفك خصك غتوصل ليها هي هو خصك ضروري تدوز من شي حوايج وصعوبات باش منين توصل ليها كتقول الحمد لله وكتحس بالحلاوه ديالها وديك كلمه الحمد لله زوينه حنا هي باش غاديين الحمد لله والشكر لله فونس ما ترجعش للور وما تقنطش وما تسمعش الهضرات بنادم حيت راه الا ديتي على الهضرات بنادم اكثريه هنا والله ما غدير شي حاجه غنقول لهم شكرا بزاف على تشجيعاتكم وبلا بكم ما كنتش غنوصل لهذا الشيء اللي هنا الحمد لله انا هنايا اليوم فيه وكنبغي نشكر بزاف محمد امين حجاجي وانا سرويشي اللي هما الشركاء ديالي هنايا على حتى هما الثقه اللي عطاوني واللي تاقوا فيا والحمد لله احنا اليوم في الافتتاح ديال مدرسه سيتان بلاي ومرحبا بكم في سيتان بلاي